واخيرا فيديو جديد ومهم جدا وكان نفسي اعمله من زمان قوي بصراحه، وهو فيديو الرينج لايت اللي هو ده. ثانيه واحده، ادي الرينج لايت يا سيدي فوق قوي. اوكي ننزله، ماله اهو. ايه رايك رينج لايت اللي هو بص بسم الله ما شاء الله عليه، حاجه كده تفتح النفس، متغلف بقى ومتظبط زيه زي الجديد بالظبط. صدق او لا تصدق انا عامله بقبضه يدي. اه والله. واحد يجي يقول لي طب انت ليه عامل اصلا رينج لايت؟ اقول لك بص يا سيدي، الرينج لايت من غيره عامل الشكل عامل كده اهو. ده الشكل من غير الرينج لايت، اوكي؟ فواضح طبعا الفرق، فرق شاسع، الدنيا مظلمه خالص، الحيطه مظلمه عندي، كل حاجه مظلمه، مفيش غير السوفت بوكس اللي انا شغال بيه وهو الوحيد اللي في وشي، وده الكي لايت بالنسبه لي. لكن في حاجات تانية مهمة هتخلي الشكل يتحول من كده ليه كده. ده غير انك تقدر تستخدمه علشان تعمل فيديوز التيك توك زي ما كل الناس بتعمل، مجرد حط رينج لايت، صور، ارفع، خلص الكلام. الموضوع مش صعب يعني زي اليوتيوب فيما يخص الإضاءة يعني. وفي بنات بتحب تستخدمه علشان تحط ميك اب والحاجات دي كلها، فبرضه هو مفيد. انا بقى مش جاي اغيظك واقول لك انا عملت رينج لايت، لا انا جاي بقى هوريك بالخطوات من اول ما اشتريت الخامات لحد ما طلع بالمنظر ده ازاي اتعمل. يلا نروح على الترابيزه ونشوف مع بعض، يلا بينا. بص يا سيدي، هجيب كذا كرتونه وتقصهم بنفس الشكل ده، ويكون من جوه قطرها 40 سم على الاقل، و4 متر ال اي ديز ابيض او اصفر اللون اللي يعجبك، وسولوتيب عريض، وشويه احزمه افيز بتاع 30 40 واحد، وخرطوم كهربا من الناشف ده، وولاعه. بعد كده تجيب كذا كرتونه اللي انت قصيتهم دولت وتحطهم فوق بعض بالمنظر ده، وهوب بتديها حته بالسولوتيب، بس حته كبيره شويه، ما تبخلش عليه بالسولوتيب عشان بعد كده هو ده اللي هيمسكه كويس قوي ويخليه ناشف وما بيتهزش او بيتني. وبعدين تقص خرطوم الكهرباء كده وتاخد الحته الصغيره تبقى على قد يعني ماسكه ايدك، وتركبها في الرينج لايت بتاعنا وتديها حزامين افيز جامدين كده. خلي بالك ده بعد كده اللي هتمسك منه الرينج لايت، وبعد كده هتحطه في الستاند بتاعك عشان تقدر تطلع وتنزل وتتحكم في المستوى زي ما انت شفت في اول الفيديو. الخطوه اللي بعد كده ان احنا هنجيب ال LEDs والاحزمه الافيز، والله حلوه القافيه. وبعد كده تبدا ايه تركب واحده واحده ال LEDs بتاعتنا في الجسم اللي احنا عملناه. ابدا الاول بالحته اللي فيها الوصله اللي متوصله بالكهرباء واللي هتتوصل بال LEDs عشان دي اهم حته، واعملها كويس قوي عشان ما تتفكش بعد كده، لانها لو اتفكت غالبا هتبوظ ومش هتعرف ترجعها تاني. بعد كده تبدا واحده واحده تتني الشريط بحيث ياخد الدوران بتاع الجسم بتاعنا او الرينج لايت بتاعنا، ولو لقيته مش بيلف معاك في الحاله دي استعين بصديق الا وهو الولاعه. ابدا سخن حاجه بسيطه بسيطه قوي يعني ما تحمصوش، سخن حاجه بسيطه عشان ما يبوظش معاك بحيث يبدا يتني مش اكتر. بعد كده هتحدد المكان اللي انت هتحط فيه الحزام الافيز واللي هتخرم فيه، ويعني يكون مثلا ايه بعيد عن اللي قبله بحوالي 15 سنتي ولا حاجه، وانت بتخرم خلي بالك عشان ما تعورش صباعك. بعد كده تركب الحزام وتشده كويس قوي، وانت بتشد الحزام ابدا شد شريط ال LED نفسه علشان ما يبقاش مرخي او مهوي، لا يبقى حاجه طالعه نظيفه ومشدوده وشكلها كويس. وطبعا زي ما انت متخيل يعني اكيد طالما عملنا يعني اول واحد يبقى اكيد الخطوه بعد كده ان احنا هنركب تاني واحد وتالت واحد لحد ما نلف الشريط كله على البادي بتاعنا اللي احنا عملناه. حلوه بادي دي، فالمهم هيطلع معاك بالمنظر يا سيدي اللي انت شايفه قدامك ده. طبعا اوعى تكون زهقت، احنا لسه في اول لفه، لسه في بتاع لفتين ثلاثه، تكمل بنفس الطريقه دي لحد ما تخلصه ويطلع معاك بالشكل ده. وزي ما انت شايف انا هنا ابتديت احط كل حزام في صفين ليد علشان يوفر معايا وقت ومجهود، وعايز اقول لك ان هو كده جاهز اصلا ان انت تشتغل بيه من غير اي حاجه. بعد كده تبدا تحلق لها الشعر اللي طالع لها ده ويطلع معاك بالكلام ده. لحد ما شفته ده كده رينج لايت جاهز ان هو يشتغل وتقدر تستخدمه زي ما انت عايز علشان تصور، مش محتاج اكتر من كده. انا بقى شخص رايق، لو انت عايز تبقى رايق زيي وتجرب تعمل الكلام دوت هتقوم جايب شنطتين يا باشا وتحطهم على الرينج لايت من قدام وتشد كده الكيس عشان يبقى شكله حلو، ومن ورا جبت شنطه قماش كبيره على قد الرينج لايت بتاعي وابتديت ان انا الزقها بشمع عادي جدا لحد ما طلع معايا بالكلام ده. وطبعا الخرطوم دوت نفس الكلام عملته بالشنطه علشان يدي لوك اسود يبقى شكله حلو وماشي مع الستاند. جبت كل الكلام ده بقى ورحت مركبه فوق الستاند علشان
يبقى عندي رينج لايت بستاند اقدر اتحكم فيه براحتي واستخدمه زي ما انا عايز، وارفع انزل كل مره الطعم زي اول مره. يجي واحد يسالني طب انا اقدر استخدم الرينج لايت دوت في ان هو يبقى الاضاءه الاساسيه بتاعي الفيديوهات اليوتيوب؟ ما تيجي نشوف. وادي يا سيدي الاضاءه بالرينج لايت بس من غير السوفت بوكس، وانا كده شغال برينج لايت فقط لا غير، ما فيش عندي اي اضاءه اساسيه تاني، ما عنديش غير اللمبه الاضاءه اللي ورا دي هي اللي انا حاططها على الحيطه علشان بس تنور الدنيا ورايا، لكن غير كده انا شغال قدامي اهو، والكاميرا بتاعتي اهي، ودي بالمناسبه كاميرا موبايل عادي ما فيش اي حاجه. اذا كل اللي انت محتاجه عشان تبدا ايه؟ انك تقوم بس تتحرك، مش اكتر من كده. طب واحد هيقول لي برضو انا مش فاضي ان انا اعمل رينج لايت. يا سيدي انزل في اي يوم يكون فيه نهار، اطلع في بلكونه في الشباك وحط الاضاءه بتاع، حط الموبايل بتاعك وابدا اصور. يعني مفيش حاجه، مش عايزين حاجه، خش على طول ابدا. واخيرا حابب اقول لك ان الفيديو بتاع النهارده كده خلص، ويا رب يكون عجبك، وقولوا لي في الكومنتس لو حابين ان احنا نعمل نوعيه من الفيديوهات دي، اقول لكم ازاي عملت الحاجات بتاعتي، ازاي بصور حاجات زي كده، فقولوا لي في الكومنتس وان شاء الله نعمل كل الحاجات دي. بس كده تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير والنوتيفيكيشن بوتن اللي هو الزرار بتاع النوتيفيكيشن، دوس عليه برضه عشان يجيلك كل الفيديوهات اول باول. وسلام. بس كده، باي باي.